إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، خرج المسلمون من شهر مبارك بارك الله فيه، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أودع المسلمون ما أودعوا فيه من الأعمال، فمنهم من وفق وقام خير قيام، ومنهم من لم يقم بحقه كما ينبغي، بل ربما فرط وقصر، بل ربما كفر في هذا الشهر بتركه للصلاة أو جحده للصيام. والله جل وعلا أمرنا إذا انقضت العدة أن نشكره، قال الله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكأن الصيام والقيام فرضه الله عز وجل من أجل أن يشكر، والله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة وأمرنا بالوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، وكل ذلك من أجل أن نشكره. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أمرنا الله وفرض علينا وجعل للصلاة شروطا وأركانا وأحكاما، وأمرنا أن نغتسل من الجنابة، ثم بين ذلك من أجل أن نشكره. وهكذا أخبر ربنا أنه بين الأحكام من أجل ذلك. قال الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتوا واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لنعلم أن العلم والفقه في دين الله منزلة عالية ومرتبة رفيعة تحتاج إلى شكر، والله عز وجل ذكر في سياق آيات الطلاق: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، إنها نعمة تحتاج إلى شكر. ودين الإسلام مبني على قاعدتين: على قاعدة الذكر وعلى قاعدة الشكر. وقد جمع دين الإسلام بينهما، فقال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فجمع الله بين الذكر والشكر. فبالذكر يعرف ربنا جل وعلا، وبالشكر يعبد، والإنسان إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كافرا، فالكافر هو أبغض الأشياء إلى الله، والشاكر والشكر هو أحب الأمور إلى الله عز وجل. قال الله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإما أن يشكر الله وإما أن يكفر، فهذه قسمة ثنائية لا ثالث لها. والدين، الدين نصفان، نصفه شكر ونصفه صبر. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يتقلب بين الشكر وبين الصبر. وعنوان السعادة وعلامات الفلاح في الدنيا والآخرة ثلاث: الأولى، إذا أنعم الله على العبد بنعمة شكر الله. الثانية، إذا ابتلي ببلوى صبر. الثالثة، إذا أذنب استغفر. فهذه هي عنوان الفلاح وعلامة السعادة. والإنسان يتقلب بين هذه الأمور الثلاث ولا ينفك عنها أبدا، فلا بد أن يكون شاكرا لنعمة الله، وأن يكون صابرا على ما يصيبه، وأن يكون مستغفرا إذا وقع في الذنب. والسائر إلى الله يسير إليه ملاحظا منة الله ومطالعا لعيب نفسه وعمله. بنحو ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله استنباطا من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أبوء أعترف، وأبوء بذنبي، إذن أبوء لك بنعمتك هنا المنة، وأبوء بذنبي المطالعة إلى التقصير في العمل. فمن كان هذا حاله سعيد في الدنيا وفي الآخرة وسعيد في قبره. الشكر هو الاعتراف بالنعمة والقيام بالطاعة، أو القيام الاعتراف بالنعمة والقيام بالطاعة. فمن اعترف بنعمة الله وقام بطاعة الله وأحب الله وخضع لله
واستخدم تلك النعمة فيما أمره الله عز وجل، فيكون قد قام بشكر الله عز وجل، ولن يصل إلى الغاية، ولن يبلغ الكمال. فالإنسان مهما بلغ فإنه لا بد أن يكون عنده التقصير. وانظروا إلى قول الله عز وجل: وسنجزي الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين، مع النظر إلى قوله سبحانه وتعالى: والله يرزق من يشاء ويغفر لمن يشاء ويكشف عنكم الضر إن شاء. قيدها بالمشيئة مع ما يشاكلها من الآيات، أما الشكر فلم يقيده بالمشيئة، لأن فضله عظيم، ولأن ثوابه عميم. وسنجزي الشاكرين، وجزاء الله عز وجل لا يحد ولا يعد، والنعم واصلة إليه ليلة، واصلة إليلة إلينا منه ليلة ليلا ونهارا، فهو الموصل لها سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أخبرنا ربنا بأن الغاية والمقصود من خلق الخلق هو الشكر. قال الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجنا لا نعلم شيئا ولا نفقه شيئا، ومن علينا بما من من الحواس من أجل أن نشكره سبحانه وتعالى، بل إن رب العالمين خلق الليل والنهار وعاقب بينهما من أجل أن نتذكر وأن نشكر. قال الله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يخلف هذا هذا ويتلو هذا هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن نتذكر ومن أجل أن نشكر. قال الله: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خلق الله الليل وأوجد فيه ما أوجد من أجل أن نشكره، وخلق الله النهار من أجل أن نشكره سبحانه وتعالى، بل إن رب العالمين امتن على الشاكرين بمنة تخصهم
لا يشرك لا يشركهم ولا يشاركهم أحد فيها. قال الله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إن رب العالمين خلق البحر وخلق ما فيه وهيأه وسخره، تجري السفن عليه ويأكل الناس من أجل أن يشكر. قال الله: وهو الذي سخر البحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من أجل أن نشكره سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمر الإنسان بعد أن عقل، أمره أن يشكره. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمر الله جل وعلا بشكره. أيها الناس، إن من أحسن إلى الآخرين وجب عليهم أن يشكروه، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل عن هود عليه السلام أنه قال: واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الفلاح في ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله الشاكر، ومن أسمائه الشكور. قال الله عن أهل الجنة أنهم قالوا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قال الله عز وجل: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والشكور هو الذي يثيب على العمل القليل الكثير من الثواب، والذي يغفر الذنب الكبير إذا تاب العبد وأناب. قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر عليم. وانظروا إلى قول الله عز وجل، وقد قرن الشكر بالإيمان: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قرن الشكر بالإيمان، فهو قرينه وهو شقيقه. وأيضا نستفيد من هذه الآية أن الشكر من أعظم أسباب موانع وقوع العذاب. ما يفعل الله بعذابكم
إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بل إن رب العالمين أخبر عن إبليس لعنه الله أنه يسعى في إضلال الناس عن الشكر وفي قطعهم عن طريق الشكر. قال الله عز وجل: قال فبما أغويتني. قال الله عز وجل: ولا تجد عنه أنه قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشكر لله يغضبه ويزعجه ويسعى لعنه الله لإبعاد الناس عن شكر رب العالمين سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يرضى لنا أن نشكره ولا يحب لنا أن نكفر به. قال الله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يرضى رب العالمين بالشكر سبحانه وتعالى. وانظروا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمعين هو الله سبحانه وتعالى، المعين هو الله. ولهذا الشكر هو قيد النعم الموجودة وهو صيد النعم المفقودة. فلا يحافظ على النعمة إلا أن يشكر صاحب النعمة ربه. والنعمة إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله جل وعلا يفصل الآيات ويصرفها من أجل أن يشكر الناس الله سبحانه وتعالى. وكذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، آيات وعلامات لأهل الشكر الذين يشكرون الله عز وجل. والشاكرون قلة. قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قال الله: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهم قلة. من أجل ذلك وصف الله بالشكر خاصة خلقه
من أنبيائه وعباده الصالحين. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أي يا ذرية من حملنا مع نوح، فيها تهيج وفيها إغراء، كونوا كأبيكم، اقتدوا بأبيكم عليه السلام، فإنه كان عبدا شكورا. وأهل الموقف كما روى الإمام البخاري لما يشتد بهم الكرب وتدنو عليهم الشمس يأتون إليه ويقولون: يا نوح، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. وقد جاء في الآثار عن السلف كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير أنه كان إذا أكل حمد الله، وإذا شرب حمد الله، وكان يذكر الله ويحمد الله في كل أحيانه، فسماه الله عبدا شكورا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، إنه كان عبدا شكورا عليه السلام. نجاه الله وأغرق الكافرين من قومه، وعلمه أن يصنع السفينة وتجري على الأمواج وفوق الأمواج، أمره الله أن يشكره. إبراهيم الخليل عليه السلام أخبر ربنا أنه كان شاكرا، قال الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم قام بجميع ما أمره الله، وإبراهيم الذي وفى قام بكل شيء أمره الله عز وجل به، كسر الأصنام وأكرم الضيفان وبنى البيت الحرام وجاهد وجادل، ومع ذلك كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. وقد أمره رب العالمين أن يأمر قومه بالشكر، قال الله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فشكر الله ودعا إلى الشكر عليه السلام. وهكذا لوط نجاه الله لأنه كان شاكرا، ونجى أهله لأنهم كانوا من الشاكرين. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم حاصبا
إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فنجاه الله لأنه كان من الشاكرين. ونبي الله موسى عليه السلام أمره الله بالشكر، قال الله عز وجل عنه أنه قال، قال الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أمره الله أن يكون من الشاكرين، فقد أنعم الله عليه وقد أعطاه مع أنه صنع على عين الله ولتصنع على عيني، وألقى الله عليه محبة منه وألقيت عليك محبة مني فألقى الله عليه المحبة. من رآه ومن شاهده أحبه، ومع ذلك أمره أن يكون من الشاكرين عليه السلام. قال الله عز وجل عن داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. اللباس نعمة من نعم الله علينا، والدروع والبيوت والأموال والأولاد نعم تحتاج إلى شكر. نحن مفرطون، نحن مقصرون. قال الله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وانظروا إلى قول الله عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، لأن الشكر ليس بمجرد اللسان، الشكر أن تعترف بقلبك بنعمة الله، أن تعترف بها باطنا وأن تتحدث بها ظاهرا وأن تستخدمها فيما أحب سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال عن سليمان
عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكر أم أكفر. نعم الله الواصلة إليك هي ابتلاء، هل ستشكر أم لا؟ قال الله عز وجل: قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وتفقد الطير. فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وهكذا لقمان عليه السلام أمره الله بالشكر لأنه أعطاه الحكمة. قال الله: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أن اشكر لله. اختصه الله وأعطاه الله سبحانه وتعالى، فأمره أن يشكره. والذي يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فالله غني عنه وسيأتي بغيره، وستذهب هذه النعمة التي كانت عنده إلى الشاكرين، إلى الشاكرين. وانظروا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمره الله أن يشكره. قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه، فقيل له: لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يشكر الله. وكان يدعو أن يجعله الله شكارا له، كما في حديث عبد الله بن عباس: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. الحديث: واجعلني لك شكارا، واجعلني لك شكارا. وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم قال الله عز وجل: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال: لعلكم تشكرون. والله عز وجل أمر المؤمنين أن يشكروه، والشكر واجب،
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الآيات. وقال الله عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فأمرهم الله أن يشكروه سبحانه وتعالى. ورب العالمين أمر بالشكر في جميع الأحوال، في الحرب والسلم والغنى والفقر. قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاشكروا الله. أمرهم الله عز وجل أن يشكروه. وهكذا الإنسان يتقلب في نعم الله. قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. انظر إلى الماء الذي تشربه، أنزله الله من المزن وأسكنه في الأرض وأخرجه إليك، فأنت تشرب منه، وهذه نعمة أنعم الله بها عليك. ولهذا الله عز وجل أغدق علينا نعمه لنشكره. قال إبراهيم الخليل: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاشكروا الله على ما هداكم. فمن جحد نعمة الله وبدل نعمة الله فهو على خطر بالغ. قال الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بدلوا نعمة الله. وانظروا إلى بني إسرائيل عليهم لعائن الله، من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يذكرهم الله بالنعم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم ذلكم: الأبرص والأقرع والأعمى. اثنان جحدا نعمة الله، وواحد شكر الله. فصير الله الجاحدين إلى ما كانوا عليه، ورضي الله عن الشاكر.
ومن الله جل وعلا عليه. قوم سبأ أنعم الله عليهم وأعطاهم كما قال الله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. خلق الله لنا بهيمة الأنعام نأكل من لحومها ونشرب من ألبانها ونلبس من أشعارها وعوبارها وصوفها من أجل أن نشكره. قال الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وفي قول الله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أفلا يشكرون. وفيها أمر بالشكر وفيها أمر بالشكر لله عز وجل. فاشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم أيها المسلمون ولا تبدلوا ولا تغيروا. فمن بدل بدل عليه ومن غير غير به. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم الله تترى ولا تنظر إلى من هو فوقك وانظر إلى من هو دونك فهو أجدر ألا تزدري نعمة الله ألا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. فاحمد ربك وأكثر من شكره ومن ذكره وقم بقلبك وقالبك بطاعته سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا في شهر رمضان وتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك أن ترفع ما نزل بإخواننا في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ارفع رايتهم وقوي شوكتهم وسدد رميتهم واجمع قلوبهم على الحق والهدى يا رب العالمين.
اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واسق ظمأنهم وداوي جريحهم واكتب الشهادة لمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم شتت شملهم ومزق صفهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أقذف الرعب في قلوبهم يا رب العالمين. وختاما أشكركم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، كما أشكر للشيخ الفاضل أبي الحسن حفظه الله، وأشكر أيضا لولده المقدم حفظه الله. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.